المغربي الشقيق لهم كل التحية. مش ممكن أبدا مباراة أو خطأ يحدث من لاعب ضد لاعب يعرض أي مشكلة. حسين الشحات أخطأ، نعم، بضرب لاعب بيراميدز محمد الشيبي، وهو طبعا ابن أشقائنا في المغرب، أخطأ الشحات طبعا. هل هذا الخطأ اتساب؟ لا. ولكن الأخطر من كل ده حالات التسخين من أصحاب الفتن اللي عايزين يشعللوا الدنيا من امبارح ضد النادي الأهلي وضد حسين الشحات، وعايزين يحدثوا وقيع